بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ها هم أبطال جيش جبهة الأصالة والتنمية في مدينة دير الزور يقومون بالاستعداد لعملية نوعية في حي الجبيلة. بسم الله. وهي الذخيرة والعتاد التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بإعدادها لقتال هؤلاء الكفرة. وهو القائد الميداني لجبهة جبيلة أبو غيث من أبطال لواء بشائر النصر التابع لجبهة الأصالة والتنمية، وهم أبطال لواء أهل الأثر الذي تابع أيضا لجبهة الأصالة والتنمية.